في المرمى، جول! لم يكن هناك أدنى شك في استغلال الكرة وتسجيلها. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. يا لها من إثارة! ما هذا التغيير الكبير في الأحداث؟ لم يتوقع أحد سيناريو بهذا المنوال، تنقلب الأمور كليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شرح جديد وفيديو جديد، هنشوف فيه طريقة تحميل التعليق العربي بصوت فهد العتيبي 2019 لبيس 13. في البداية دي صفحتنا على الفيسبوك، ابدأ ادخل اعمل لايك واعمل متابعة للصفحة. لو عندك مشكلة او عندك اي استفسار ابدأ بعت لنا على رسائل الصفحة. وطبعا دي قناتنا على اليوتيوب، لو اول مرة تشوفنا واول مرة تتابعنا ابدأ اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. في البداية ما تنساش لايك وسبسكرايب، عاوزين نوصل لألف مشترك. النهاردة معانا التعليق العربي بصوت فهد العتيبي 2019 لبيس 13. زي طبعا ما شفته في بداية الفيديو، حاجة عالمية جدا بصراحة. التعليق العربي الكامل بتاع بيس 19 موجود في بيس 13، مش زي رؤوف خليف ومش زي عصام الشوالي اللي كانوا بينزلوا قبل كده، فحاجة عالمية بصراحة، والصوت حاجة روعة جدا. هنبدأ نروح نشوف طريقة التحميل ازاي. هيبقى عندنا رابط واحد بالطريقة دي، هناخد الرابط كده كوبي ونروح المتصفح بالطريقة دي، نعمل بيست في المتصفح. هنا هيبدأ يجيب لك الصفحة بتاعتنا. طبعا هننزل تحت، انا لست برنامج روبوت، هنعلم هنا علامة صح، علم علامة صح كده، نضغط على كونتينيو، هنستنى يعد 6 ثواني بالطريقة دي كده، خلص معانا. نضغط جيت لينك، هيبدا يفتح لك اعلان، تقفل الاعلان وتضغط جيت لينك تاني، هيفتح لك مربع كده، تضغط على اوكي، هيبدا يحولك على الصفحه الثانيه. هتضغط انا لست برنامج روبوت، بعدين هتضغط على سبميت، هيفتح لك اعلان تقفله طبعا، بعدين تضغط على سكيب اد، هيفتح لك اعلان تبدا تقفله، هيبدا يحولك على الفايل ابلود بالطريقه دي. هتبدأ تضغط على فري داونلود وتبدأ تحمل عادي جدا، مفيش اي مشاكل. كده عرفنا طريقة التحميل ازاي. هنروح نشوف طريقة التركيب. هينزل معاك ملف مضغوط بالطريقة دي، هنروح عند الملف ونعمل اكستراكت هير، هيبدأ يفك معانا عادي جدا مفيش اي مشاكل. طبعا التعليق حاجة جميلة جدا بصراحة. كده فك معانا ضغط الملف بالطريقه دي، هيفتح لك ملف كده، هيبقى معاك ملف اللي هو dt00_e، هناخده كده قط ونبدا نروح لعبه بيس 13. هنروح عند الالعاب كده، بعدين لعبه بيس 13. طبعا لعبه بيس 13 كنت ضايف باتش 2019، الباتش هتلاقوه في الديسكريبشن تحت، وهتلاقوا الحلقه موجوده طبعا في القناه، فابدا شوفوا لو عايز الباتش اللي محطوط على اللعبه. فهنبدا نروح ندخل على ملف ايمج بالطريقه دي، ونعمل بيست هنا في الايمج بالطريقه دي، ونعمل موف اند ريبليس، ونسيبه يخلص خالص. هيبدا يخلص معانا تعليق فهد العتيبي، حاجه روعه جدا، هتبدا تشوفه في الفيديو باذن الله. زي ما احنا شايفين كده خلص معانا التحميل بالطريقه دي او النقل بالطريقه دي. كده خلصنا كل حاجه، دلوقتي هنشوف ماتش كامل بين البايرن والريال بتعليق فهد العتيبي. خليكوا معانا. اسمعوا التعليق عامل ازاي، عالمي بصراحة. سيداتي يا نساتي، سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. اجواء لا تحتاج مني الى كلمات او مقدمات، ما نشاهده في الملعب وحتى قبل بداية المباراة، الكم من المشجعين في حول الملعب بالتأكيد يعطونا انطباع كبير على مشاهدة مباراة حماسية، مباراة مثيرة، مباراة مفتوحة على كل احتمالات. في ظل وجود هذا الكم من النجوم، كل شيء جاهز لمشاهدة ممتعة. يلا اعطوني ما لديكم، نريد اهداف، نريد متعة في مباراة اليوم. بالنسبة للاعبين، مباراة الاحلام، هل يستطيعون تحقيق امال المشجعين؟ هل ينجحون في تجاوز مباراة كبيرة
وفي تحقيق المطلوب منهم في مباراة تحدي. هذا ما يحب أن يشاهد الجمهور بالتأكيد. هذه اللقاءات يحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. الفريق اللي عنده نفس الطويل، لياقة البدنية القوية الجيدة، ربما فرصة أكبر في حسم المباراة. لا يوجد فريق يملك أفضلية هنا، لا يمكن أن التنبؤ بمن سيفوز، وربما مباراة تخبئ أسرارها حتى آخر لحظة من ثوانيها. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. يلا بينا نبدأ كده. يبدأ اللقاء الذي كان حديث الناس قبل إقامته بأيام في كل مكان. سننتظر وإياكم ما يمكن أن يحدث في مباراة مليئة بالإثارة ننتظرها هذا اليوم. بينية جميلة، مهارة عالية لكنها لا تمر أمام هذا اللاعب. ينطلق إلى الأمام بسرعة، الفكرة ذكية ولكن التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، فرصة خطيرة. بينية تمر، قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع. يلعب كرة داخل الصندوق، يا له من تفاهم جميل. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء. كرة اجتازت الخط، حولت إلى رمي التماس. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. كرة تصل اللاعب، وأجمل بينية، مجهود غير عادي ونجم بإمكانيات هائلة. يحصل على الكرة بشكل جميل. الآن فرصتهم للمرتدة، والكرة إلى الأمام. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. دفاع رائع اليوم، يؤدي أداء كبير، يدافع بشكل جيد. الله، كرة في منتهى الروعة، بأجمل صورة أمامنا في هذا اللقاء. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. هذا ما يحب أن يشاهد الجمهور بالتأكيد. هذه اللقاءات يحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. لم يحرزوا أهدافا بعد لكنهم قدموا أداء جيد إجمالا، ربما سوء الحظ اللي كان يواجههم يتسبب في احتساب المخالفة. إعاقة واضحة بصراحة، القرار عند الحكم. يلعب كرة داخل الصندوق، فرصة كبيرة مع تنفيذ هذه الركنية. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء،
بعيدة وفي الأخير الكرة تخرج إلى ضربة مرمى. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر والتمرير الكرة إلى الأمام. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر والتمرير الكرة إلى الأمام. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. يا إلهي، مثل هذه الكرات هي اللي يمكن أن تقول عنها بوم. سوء الحظ يلازم في هذا اليوم. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر والتمرير الكرة إلى الأمام. الفكرة ذكية ولكن التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. يمر، فهم الخدعة ببراعة وقطع الكرة. تحكم مذهل بالكرة، يمررها لها بشكل جيد. يلعب كرة بينية، اللاعب يحاول مرور. يلعب كرة بينية، إمكانية مرتدة الآن. عرضية داخل الـ18، كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. انطلاقة غير عادية، نجح في اختراق الدفاع، ربما كان يحتاج إلى اللمسة الأخيرة ليكون هدفا رائعا هذا اليوم. يمررها لها بشكل جيد، في كرة خطيرة إلى الأمام وصلت إليه. يلعبها داخل الـ18، غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى. أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. كرة تصل اللاعب، يمررها لها بشكل جيد. تحرك سريع إلى الأمام، يبحث عن حلول، فرصة للتسديد. الكرة في المرمى، جول. لم يكن هناك أدنى شك في استغلال الكرة وتسجيلها. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. يا لها من إثارة، ما هذا التغيير الكبير في الأحداث؟ لم يتوقع أحد سيناريو بهذا المنوال، تنقلب الأمور كليا. إنها نوعية الكرات اللي يفضلها ليتميز فيها. لا يوجد فريق يملك أفضلية هنا، لا يمكننا التنبؤ بمن سيفوز، وربما مباراة تخبئ أسرارها حتى آخر لحظة من ثوانيها. لا تزال خطورة قائمة، ضغط كبير جدا على حامل كرة بريسنج، يمنع من التحرك إلى الأمام. تمريرة بينية جميلة، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. ها هي صافرة النهاية، فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة. على الرغم من صعوبة المباراة، نجح الفريق في الانتصار في النهاية. هذه المباراة يمكن اعتبارها مباراة العمر لكلا الفريقين. نهاية أحداث اللقاء سيداتي وسادتي، نودعكم على أمل اللقاء بكم في مباريات القادمة. شكرا وإلى اللقاء. وبكده بوصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، وما تنساش كل يوم فيديو جديد وكل يوم إضافة جديدة. استنونا، سلام.